في فقرة التغريدات اخترنا لكم تغريدة انتشرت أمس يمكن وحصلت أكثر من 170 ألف مشاهدة ما شاء الله. طبعا ممكن يكون السبب في انتشار هذه التغريدة محتواها الطبي التوعوي واللي تكلم فيه استشاري العيون دكتور محمد جوجندي عن تأثير استعمال الجوالات في الظلام يعني قبل النوم، وهي عادة كلنا نسويها تقريبا يوميا، يمكن احنا لازم قبل ما ننام نمسك الجوال بهذا التفصيل. خلونا نتابع أبرز ما جاء في كلام نرجع لكم. السلام عليكم حياكم الله. طبعا كثير انتشر كلام بخصوص استعمال الجوال في الظلام، ممكن يضرك، ممكن يعمل لك مشكلة، ممكن يسبب عمى، إشاعات وكلام كثير. الشخص صار ما هو عارف إيش الكلام الصح وإيش الكلام الغلط. اليوم راح أبين لكم إيش الكلام الحقيقي وإيش الإشاعة. خلينا نبدأ أول شيء بالإشاعة. استعمال الجوال في الظلام ما يسبب لا سرطان ولا يسبب عمى ولا يسبب ضعف النظر ولا يسبب انفجار في الشرايين. كل الكلام هذا إشاعات ما لها أي أساس علمي ولا أي أساس من الصحة. للأسف في ناس اخترعوها وألفوها والبعض تداولها وتناقلها لما البعض صار يصدقها إن هذه حقائق ممكن تحصل لك، لكن هذه كلها خرافات وإشاعات. استعمال الجوال في الظلام ما يسبب لك أي شيء من الكلام ده. لكن الشيء الحقيقي اللي مثبت علميا اللي ممكن يحصل لك مع استعمال الجوال في الظلام ثلاث أشياء. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم لنا عبر سكايب دكتور محمد جوجندي استشاري الطب وجراحة العيون. مساك الله بالخير دكتور محمد. عفوا الصوت ما هو واصلني ترى. طيب الآن تقدر تسمعني؟ طيب خلوني انا بسال، يعني خليني اخذ الموضوع من دكتور محمد الى اودي. دكتوره اودي، دكتوره اودي لو سمحتي. نعم. دكتوره اودي، احنا يمكن كنا نتعشى امس مع بعض وكذا وسولفنا وقيل لك انت ترى شكلك تسهرين على الجوال يا اودي. صح، انت تسهرين على الجوال. لا ما اسهر على الجوال، 24 ساعه ماسك الجوال. بس ما له دخل يعني. خلاص ها دكتور محمد وش قال لكم؟ قال انه ما له دخل، وهذه احسها اشاعات امهات تبي تفتك من عيالها، وقالت لولدها ترى اذا شغلت الجوال بالليل بتنعمي، او واحد يعني من الاشاعات حقت الامهات اللي تهتم في عيالها. فهمتي انه خلاص كيف تخلي ولدها تمنع طفلها انه هو يمسك جوال او يناظر، تطلع له اشاعه طبيه فجاه تلقاها على الواتساب. اي تقول على الجوالات، تلفزيون، بلاي ستيشن، كل شيء يخص التكنولوجيا، تقول هذا ممكن يضعف بصرك. احنا ما نقول انه اكيد انه ما له اضرار، له اضرار بس مو الاشياء اللي انذكرت او الاشياء اللي قاعده تطلع على الساحه. تعرفي اودي احيانا ترى استخدام الاشاعه نوع من انواع الحروب الجديده للمنتجات اللي تضرب فيها المنتجات. صح الان صح. فتلقين مثلا جهه تطلع اشاعه على شيء عشان تضرب مثلا منتج معين او سلوك معين او صح. فكره معينه، واحنا ما شاء الله تبارك الله احنا يعني عندنا سياسه مع الخيل يا شقره. اوه رساله جت تطلع في كل الجروبات في الواتساب تداولها. ايوه ايوه ويبداوا يتداولوها وتتحول سبحان الله. وان بغيتي شيء حقيقي ينتشر ما انتشر. دكتور محمد اتوقع انه رجع يا لبنى. دكتور محمد اتمنى تكون صرت معنا الان. نحتاجك دكتور محمد، نحتاجك صدق. دكتور محمد ان شاء الله صوتي صار واصل لك. طب واضح ان انا احتاج اقعد مع دكتوره اودي. تفضلي. طب اودي انت هل كل ما يرد الان ويصلك عبر السوشيال ميديا من اشاعات انت تصدقينها؟ والله العظيم يا لبنى على حسب الاشاعه والشيء. بس شوفي بقول لك شيء، الحين ما شاء الله لا قوه الا بالله ثلاث ارباع الاطباء صاروا على السوشيال ميديا، فصارت في جلسات توعويه، محاضرات بسيطه، اشياء بسيطه، فيديوهات بسيطه توصل للعالم والناس بطريقه سهله. عكس انه انا اروح مثلا عند فلان ولا اسمع اشاعه من فلان واصدقها، بس اكتبوا على جوجل على اي منصه بحث اي شيء انتم تبون راح تلقون دكاتره كثير قاعدين يجاوبون عليه، وفي منصات صارت خاصه بالدكاتره، فهذا شيء بعد مره حلو. صحيح صحيح. والله اودي انا اتفق معك انه كثير موجوده، وخاصه يمكن فتره كورونا والاشاعات اللي طلعت فتره كورونا. فخلونا حول الموضوع، انا احتاج اتناقش معك اكثر، بس نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.
ورجعنا لكم مشاهدينا، واكيد رجعنا للدكتور محمد قوقندي. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. دكتور، كيف ممكن نعرف اشاعات الطب، خاصه يعني صاير كل شيء ينتشر بسرعه ذي الفتره؟ والله هذه مشكله المشاكل الحين. الاشاعه صارت تنتشر اكثر من المعلومه الطبيه، لانها في العاده تكون معلومه مثيره، معلومه يعني ممكن توافق الهوى حق الشخص، لكن لما تجي المعلومه الطبيه من متخصص الاغلب ينتقد، الاغلب يقول انه يدور على مصلحه، وما تكون مغرية زي الإشاعة. للأسف هذا اللي صاير. صح. طيب دكتور محمد، الآن موضوع التوعية هذه، يعني زي ما موجود الفئة المثيرة للإشاعات، وبحثا عن الشهرة، بحثا عن تداول المعلومة، بحثا عن السبق اللي يتصدى لها الأطباء، هل التوعية هذه واجب على كل طبيب، ولا كل طبيب وضميره زي ما يسموها؟ والله اللي شايفه انا دحين مع عصر الميديا، المفروض كل شخص، ما بتكلم عن الاطباء بس، كل شخص لازم يتكلم في تخصصه، كل مثلا مهندس يعني يتفضل الاشاعات في الهندسه، المحامي يتفضل الاشاعات في المحاماه، والطبيب يتفضل الاشاعات اللي في الطب، لانه في النهايه يعني ايش اغلى شيء عندك؟ صحتك، فتخيل انه صحتك في النهايه تصير هي فريسه الناس اللي قاولوها، اللي طلع يتكلم معالي الشعبي او شخص دور على اثاره اعلاميه وتكلم عنها، وفي النهايه كلمه اللي سمعت كلمه اللي انتشرت، لكن كلمه الطبيب ما انتشرت، لكن انا بشوفها صراحه حقيقي ممكن شبه انها تكون فرض، فرض كفايه، لازم الشخص يتصدى له، لازم. طيب دكتور محمد، صدقا صدقا، هل استخدام الجوال على المدى الطويل يسبب العمى او ممكن يضعف البصر النظر؟ لا، يعني عادي ناخذ راحتنا؟ خذوا راحتكم تمام، وعيالنا ياخذون راحتهم؟ شوف علميا ما في شيء يثبت، ما في شيء يثبت تماما، لا الجوال ولا شاشه الكمبيوتر ولا الايباد ولا التلفزيون ولا ايش ما سمعته، ما في شيء يثبت علميا انه هذه الاشياء تضر العين بحيث انه تضعف النظر لا سمح الله او تسبب عمى، ما في تماما. طيب دكتور محمد، يعني خلينا نتفق انه لا، مش اني اروح يا جماعه استخدموا الجوال في الظلام، الامور عاديه، اكيد له اضرار بشكل او باخر. صح؟ صحيح. طب ايش الاضرار اللي ممكن يسببها؟ تمام، يعني انت اللي شاف التغريده حقت اللي تكلمت فيها والفيديو، اتكلمت طبعا عن الاشاعه ونفاتها، لكن اتكلمت ايش الاشياء اللي ممكن تحصل لك لو استعملت الجوال في الظلام، ممكن يحصل لك ارهاق، لان الدنيا كلها مظلمه والشاشه اضاءتها عاليه، فالنور كثير بيدخل في عينك يسبب لك ارهاق، ممكن يسبب لك صداع. التركيز الطويل هذا حيسبب لك جفاف في عينك، عينك تنشف، تحرق، تحمر، كل الاشياء ترى مزعجه يعني، وطبعا غير حكايه الارق. الارق ده يمكن كلام ثاني، يمكن الاطباء المتخصصين في طب النوم يتكلموا، الارق، قله النوم، لخبطه النوم، هذه تلخبط لك صحتك العامه كلها، ممكن امراض القلب تجيك من وراء لخبطه النوم بس، فيعني هل اضرار؟ طبعا اضرار كثير، لكن لا نتكلم انه هي العين الفريسه السهله يلا حطها في العين وخلاص، لا ابدا، بالعكس. وختمت التغريده حقتي وقلت يا جماعه بالعكس نحن ننصح دائما اذا حتستعمل الجوال كثير او حتتفرج على شاشه يفضل الاضاءه تكون في الغرفه ملائمه لاضاءه الشاشه او الجوال، ما تكون الاضاءه في الكمبيوتر عاليه والغرفه واطيه او مثلا مظلمه، وبعدين تاخذ فترات راحه كل ساعه مثلا تاخذ لك 15 دقائق تريح، تاخذ قطرات ترطيب، فبرضه في النهايه الواحد ما يعني ما يقول بس الحين نفينا الاشاعه، لا بتكلم برضه طبيا، احنا ما ننصح اني اصلا تسوي انت الحكايه هذه وتاخذ راحتك فيها على فترات طويله يعني، لانها حتكون مزعجه لك بالنسبه لك، لكن هنتكلم على لا سمح الله انك تسبب لك مرض او مصيبه او ضعف نظر، هذا مش الكلام اللي بنكتب عليه. طيب دكتور، هل هذا الموضوع فقط على الجوالات ولا شامل جميع الاجهزه مثل التلفزيون، الكمبيوتر، الاشياء الثانيه؟ كل الشاشات، الكلام هذا ينطبق على كل انواع الشاشات. مهما كانت بس صار عندنا تحكم في الشاشة، يعني حقت الآيفون مثلا أو الآيباد تتحكم بالإضاءة، إذا أنا عندي الغرفة مثلا ظلمة أحطها على آخر شيء ولا أحطها مثلا بالنص؟ طبعا لو أنت لاحظت في الأوضاع اللي يسمونها الأوضاع الليلية، الشاشة كلها تصير سوداء والكتابات تصير باللون الأبيض، مثل لو قارنتيها بالوضع العادي اللي هو المضيء الأبيض، طبعا جدا يكون الوضع الليلي مريح جدا للعين، فكل ما كانت إضاءة الجوال أو الشاشة ملائمة لغرفة لإضاءة الغرفة كل ما كان مريح أكثر للعين. صح،
طيب دكتور محمد، أنا لو بسألك الآن، أنا عشان أقدر أحفظ العمر الاستهلاكي الأطول لقدرة النظر ولعيني، كل قديش المفروض أني أزور طبيب العيون؟ هل كل سنة، كل 6 شهور، أو على حسب مشاكل العين عندي؟ طيب في مقولة أحب أقولها دائما، ربنا اللي بيحفظ العين، الحمد لله. عيننا ما هي زي مثلا حكاية الأسنان لازم تفرشها وعناية بيها وكلام زي كده، سبحان الله ربنا هو اللي حامي عيننا، نحن لازم نسويه إنه ما نخبص عيننا باختصار. طيب بالنسبة للكشف اللي المفروض يسويه الشخص، طبعا نحن نتكلم دائما في عمر الأطفال، مثلا عمر 6 شهور لازم يفحصوا عند طبيب عيون حتى لو ما اشتكى من حاجة، عمر 3 سنوات وعمر 6 سنوات عشان نكتشف إذا كان الشخص أو الطفل عنده ضعف نظر، عنده كسل، يتعالج. اللي في العمر هذا يتعالج، أكبر من كده ما راح يتعالج. بعد كده مثلا في عمر المراهقة، إذا الشخص اشتكى من حاجة، لاحظ ما عليه أي شيء، أستاذه لاحظ عليه شيء مثلا، يروح يكشف. بعد كده مثلا في العمر الأكبر، يعني بعد مثلا خلينا نقول عمر 40، يفضل مثلا الشخص يفحص كل مثلا سنتين 3 سنين، لأنه في أمراض معينة ممكن تظهر لا سمح الله في هذاك الوقت. وبعد كده بعيد الشر عن الجميع، الأمراض المزمنة، الناس اللي مثلا عندهم سكر لازم يفحصوا بشكل سنوي، لانه في مشاكل كثير ممكن تحصل، سكر للعين، واي شخص مثلا يكون عنده مرض لا سمح الله ممكن ياثر على العين، اكيد طبيبه اللي بيعالج حينصحه انه لازم تزور دكتور عيون من وقت لوقت عشان تتاكد انه المرض هذا ما اثر لك العين باي مشكله. طيب دكتور محمد، اعطينا نصائح كذا خفيفه للمشاهد عشان يقدر يحافظ على نظر عينه وصحته وسلامته له ولاطفاله. طيب ممتاز، يعني حكايه الاطفال خلينا نركز عليها شويه. التوصيات اللي بتجينا نحن او اللي بتنتشر العلميه بخصوص الاطفال واستعمال الجوال والشاشات بصفه عامه للاطفال، ترى ما هي جايه من اطباء العيون، ترى جايه من اطباء الاطفال الباطنيه. ليش؟ لانه اضرار الشاشات واستعمال الجوالات والكمبيوتر وكل الاشياء هذه اللي هي داخل البيت، ترى اضرارها النفسيه، الصحيه، الاجتماعيه، كلها هذه اكثر من اضرارها اللي ممكن لا سمح الله تحصل للعين. الناس دائما يركزوا على العين لكن ما يركزوا على الاضرار الثانيه، نتكلم عن امراض سمنه، نتكلم عن انعزال اجتماعي، نتكلم عن الناس ما تتكلموا مع بعض، نتكلم عن طفل ما ياخذ الشمس اصلا. فشوفوا المشاكل الكثيره اللي صايره بسبب انه والله الطفل جالس يمسك الجوال ولا بيلعب بلاي ستيشن او على شاشه مثلا. فنحن نقول دائما ترى كل شيء طبعا اكيد اذا استعملناه يعني استعمال خطا تحضرنا مهما كان كمبيوتر ولا جوال ولا اي شيء في الحياه. فكل حاجه لازم نقلل منه، يعني هي نعمه الحمد لله، صح ربنا اعطانا نعم مره كثيره، الجوال والكمبيوتر شيء صار يلمينا عن اشياء مره كثير من زمان. فخلينا نشوف استعمالها، نستعملها في الشيء المناسب، نستعملها في الاوقات المناسبه، وفي النهايه لا نهمل صحتنا، صحتنا العامه، الرياضه، الاكل الكويس، الخارج الروح زي يعني على قول الدنيا نشوف الاطفال يلعبوا في الشارع، مو في الشارع يعني في اماكن اللعب تحت الشمس، ما صار اشوفها، صار كلهم في الظل ماسك الجوال او بيلعب في شيء او جوا بيته حتى يعني، فهنا المشكله جات، وهذه المشكله هي الاكبر كمان. طيب دكتور محمد، خليني استغل لقائنا معك واخرج شويه خارج الاطار، الان خليني ابعد عن مشاكل النظر، ايش المشاكل الاخرى اللي ممكن تصيب العيون؟ يعني خلاص الحين انا مشكله الجوال والشاشات وما شابه عارفينها يمكن وكثير تداولناها، هل في مشاكل اخرى تصيب العين يمكن ما ندركها ولا ندرك اثرها علينا الا بعد بشكل متاخر؟ وكيف انا اقدر اهتم بعيني بحيث اني اظل محافظه عليها واقيها من كثير من الامراض؟ طيب ممتاز، خلينا نقول على كذا نصيحه. اول نصيحه زي ما قلنا لا تخبص في عينك، لا تخبص في عينك، لا تخبص في عينك. يعني انا كثر الناس اللي اسمعهم ياخذ لي زيت خروع يحطه في عينه، ياخذ لي عسل بخلطه ما اعرف مين ويحطها في عينه. صح. زنجبيل على ما اعرف ايش زي كذا ويحطه في عينه، يا جماعه لا تخبص في عينكم، مهما قال الناس لا تخبص في عينك، ترى انت اللي ممكن تعمل مشاكل في عينك. بعد كده مثلا لما تعمل انت اي شغله فيها مثلا ممكن تحصل لك اصابه في العين، والله مثلا بتضرب مسمار، بتغير لمبه، بتسوي شيء، دائما البس النظاره حقت الحمايه. دائما نشوف العمال للاسف مثلا في الشارع او في مكان البناء يشتغلوا بدون مسمار او شيء ما هو لابس نظاره الحمايه، بيقطع مرات حديد، شراره بتطير ما هو لابس نظارات الحمايه، فهذول كلهم بيشوفوها في الطوارئ، بيشوفوا المشاكل حقتهم يعني. وبعد كده طبعا اذا الشخص مثلا بيركز كثير بيستعمل يعني اجهزه كثير او فيها تركيز كثير الاشياء هذه، استعمل اطراف ترطيب، خذ لك فترات راحه، اذا المشكله مره مطوله معك تضاعف تكرر مع التركيز الطويل، نصيحتي اكشف ترى يعني صعب جدا يجيني شخص يرسل لي مثلا في وسائل التواصل او يكلمني على الجوال عين حمراء، ايش السبب؟ ترى والله بحقش، انت كانك بتقول لي السياره خربانه تحت، ايش اسوي فيها؟ ترى بحذر يعني احنا في العياده نكشف
بجهاز يكشف بميكروسكوب عشان يكبر العين ويفحص ما فيش مشكله. يبغى لي اشخص حالك انت برساله واتساب ولا رساله على تويتر، فشيء جدا صعب. فرجاء لا احد يخبص، واذا في اي مشكله عندكم ابدا اسال المختص، ممكن هو يوجهك او توجه لاقرب عياده ونشوف المشكله وعالجها بكل بساطه. دكتور محمد، طيب متى تنصح الشخص انه يتوجه لازم طوارئ للعين؟ في اي حاله؟ انه هنا ما في مجال احط قطرات مرطبه، ما في مجال احط اشياء مخففه او مسكنات او حتى شاهي، متى اقول للشخص انت لازم الان تروح طوارئ؟ طبعا يمكن الشخص حيعرف من نفسه متى المفروض تجي للطوارئ. جاء له الم شديد في العين، جاء له احمرار شديد في العين، لا سمح الله بعيد الشر فقد النظر، صار ما يشوف، فجأة عينه احولت، صارت العين داخل في بعض وخارجة عن بعض، لا سمح الله صداع شديد مثلا حول العين، زي ما قلنا زغلله بالرؤية، كل الأمور هاي تستدعي أنك توجه على الطوارئ على طول، أو لا سمح الله خطرت إصابة، يعني مثلا أنت بتدق مسمار فجأة تحس شيء دخل في عينك، ترى لا تجرب لا شاهي ولا قطرات ولا ما أعرف مين، على الطوارئ على طول، ممكن تشوف تكون في مصيبة في عينك بعيد الشر. طيب دكتور محمد، خليني استغل وجودك معنا انا اسالك سؤال، يعني مشكله انا اعاني منها. حطيت قطره، كنت ابغى ارطب عيني، تقريبا القطره هذه انا فتحتها من اسبوعين ما شاء الله عليك، وبعد ما حطيتها في عيني بدات العين عندي اللي زي اللي نسميها ترف، العضلات اللي من تحت ترجف 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 ترجف، تظل ترجف بطريقة دائمة. ظنيت وقتها أنه أنا يمكن لو نمت وقمت الموضوع هينتهي، لكن تستمر. عضلات العين والرشفة هل هي مؤشر على شيء؟ أغلب الحالات الحمد لله ما هي علامة خطيرة، ما هي علامة أنه في مصيبة لا سمح الله أو أنك تروح طوارئ أو كذا، لأنه حكاية الرشفة دي تحصل كثير، تحصل لأسباب الحمد لله أنها أسباب بسيطة، يعني مثلا من أهمها نقص فيتامين د أو الكالسيوم، اضطرابات النوم، اخذ المنبهات، ضغوطات العمل، لخبطه في النوم، كل الامور هذه ممكن تحصل من وراها. لكن اذا الموضوع مثلا بيتكرر بشكل مزعج مره، ممكن مثلا في العين او في العينين وكذا، ممكن بعد كده نستشير طبيب العيون المتخصص في الجفون، لانه بعد كده الموضوع يكون دخل في مرحله المرضيه، هيك ممكن نحتاج علاجات نسويها، لكن الموضوع رفه بسيطه من وقت لوقت ترى في الغالب ما فيها مشكله. دكتور، في إشاعة تقول إذا رفت عينك معناتك بتشوفين واحد من بعيد، من زمان ما شفتيه. لا، هي رفت العين يقول لك معناها في شيء غلط هيصير. فهمت الموضوع المعلومة دي. يمكن. دكتور، مرة صراحة مبسوطين على المعلومات اللي أنت قاعد تعطينا إياها، بس خليني أسألك دكتور. في بعض الأحيان إذا دخلت شعرة للعين، مو شعرة، زي القطنة، زي الشيء الشفاف. احنا كبنات مثلا لما نجي نطلعها نفتح عيننا ونطلعها عادي، هل هذه الطريقه امنه اذا مثلا غسلت ايدي ونظفت كل شيء وفتحت عيني وطلعتها، ولا لازم الجا للطوارئ انهم يشيلونها لي؟ لا طبعا، زي ما تفضلت اذا الشخص نظف يده مثلا ممكن قطرات او غسل عينه او شاف الشعره او الشيء اللي دخل جوا العين وقدر يشيله بيده، فهو الحمد لله خير وبركه، بالعكس يعني اعمل كذا اذا تقدر. لكن اذا الشيء يعني حقيقي ماسك ما بيطلع او انه والله خايف او كذا، بالتفاصيل توجه لطبيبك يعني، لكن احنا ما نبغى نصعب المواضيع على قولهم، لكن في اشياء كثيره اكيد دخلت شعره راح تخرجها بنفسه، فاكيد ما في مشكله. دكتور محمد، جدا سعيدين بوجودك معنا وعلى الاسئله اللي انا ولبنى استغلناك اليوم، معليش مو كل مره احد يستغلك، احنا بنستغلك بنات سيدتي، يعطيك العافيه وشكرا لك ولتواجدك معنا. لبنى، وش عندك اخبار؟ انا كنت مستمتعه صراحه جدا، ولسه كان عندي اسئله، ولكن انا عندي